السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمان دا وديا شيد شرفت له اكو حرن جن الكيغا مركي لغبحو صلاة دا مخرب ايو صلاة دا صبح وحان ام بدن مقلنا ايدو ام بدن او كميد اه دتكي مساجد كوسو تكدي اي كو عالعلين ايان اتكارتان سو صعدتا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وحيكو عالعليان طبنجير هدبا محي اخريان اذكار تاسي محي تهي سرتا كدوغان اي دتك بدن كودا ايسان اوغين ومحي فضلق اي اوود اي ليدهاي محوسى الله سبحانه وتعالى الدوم دي سكو سمية مركي أخريان كأتكارتان كدب وحان رمان سؤالها سيكو وكالو بدن إذن كغا جوابي دونا موقال كان قديهيسا دا وشوعا بل سكور انتا أنا بلا بن هدي أدنقو عسبتهاي فضلا ها إلو بن جنة الكينات سبسكرايب سارتو سي آدينو دي رجلسو كمبليل كنفورو سي ايكو سو قاران موقال لدي نحيقا وحير نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من قال قبل أن ينصرف ويثنى رجليه من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكانت له حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم ولم يحل للذنب أن يدركه إلا الشرك وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال وحير نبي صلى الله عليه وسلم قفكي كهر انت اوسان كسو لابان صلاة دا مخرب ايو صلاة دا صباح او اساقو ولي افاد ايا فاديقي التحيات كا او آنان ولي هدلين طبان جير يراه دا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وحو الله سبحانه وتعالى مروال بأو سيدا سيراه دو أقرا طبان حسنو وحونا كترا طبان سيئو وحونا درجو ينكيسا كر أقوقا دا طبان درجو وحين أنقنيسا متك إلاليسا وحوال بأو لبايا وحين كإلالينيسا شيطانكا دنبي أقلنكو مهلاكسامو مركي لغريبو شركيغا وحونا نقونايا قف كدتك اوغو عمل بدن مركي لغريبو قفكي انتاس كسي بتسادا او يراه دا انك بدن انتي او يري رواية دان كالوحا كسوغن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات على إثر المغرب بعث الله له مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات ومحى عنه 10 سيئات موبقات وكانت له بعدل 10 رقبات مؤمنات وحوير رسولك صلى الله عليه وسلم قفكي طبنجير صلاة مخربك كدبيراه دا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وحو الله سبحانه وتعالى أصدر ملائكه بيسا كواسو كإلالية شيطان كإلا أوكوابريستو وحونا الله سبحانه وتعالى أقرى طبان حسنو أو أجنو كهليو وحونا كترى طبان سيئو أو أكوها لكسامي لها
wuxuuna leeyahay qof 10 addoon oo mu'miniin ah xorreeyay ajarkiisa oo kale. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون وحيري نبي صلى الله عليه وسلم وحادح دين اسكوكين بدلا ملائك هبينك إذن لجوكتا يو ملائك مالينك إذن لجوكتا وحين ملائك هاني كلمان صلاة صبح يو صلاة عصركا كدبنا وحا سمد آدا كوي إذن لبريي markaas buu Alla subhanahu wa ta'ala isagoo ooga ogaal badan weydiiya ka warrama addoommadayda sidee baad ooga soo tagteen markaas bay oranayaan waxaan ka soo tagnay iyagoo tukanaya waxaan u tagnay iyagoo tukanaya wuxuu Alla subhanahu wa ta'ala leeyahay malaa'ik ku wareegta wadooyinka kuwaasoo raadiya meel Alle lagu xusayo subhanahu wa ta'ala. Haddii ay arkaan dad Alle xusaya subhanahu wa ta'ala, waa ay isku sheegaan iyagoo dhahaya, halummu ila xaajaatikum, u kaalaya wixii aad raadinayseen. Markaas bay isku hareereeyaan oo garbahooda ku daboolaan ilaa iyo samada. markaas buu Alle subhanahu wa ta'ala isagoo ooga ogaal badan weydiinayaa maa yaquulu cibaadii maxay leeyihiin addoommadayda markaas bay dhahaan ilaahayow way ku tasbiixsanayaan wayna ku weynaynayaan wayna kugu xamdinayaan wayna ku ammaanayaan markaas buu Alle subhanahu wa ta'ala ku oranayaa hal ra'awnii miyay i arkeen markaas bay dhahayaan maya wallahi kuma aysan arkin markaas buu Alle subhanahu wa ta'ala ku oranayaa kayfa law ra'awni ka warrama hadday i arki lahaayeen markaas bay dhahayaan hadday ku arki lahaayeen aad bay cibaadada ugu sii dadaali lahaayeen aad bayna ku ammaani lahaayeen wax badan ayayna ku tasbiixsan lahaayeen markaas buu Alle subhanahu wa ta'ala ku oranayaa famaadaa yas'aluun maxay weydiisanayaan markaas bay dhahayaan waxay ku weydiisanayaan jannada markaas buu Alle subhanahu wa ta'ala ku oranayaa wahal ra'awha miyay arkeen jannada markaas bay dhahayaan maya wallahi ilaaha yawma aysan arkin markaas buu Alle subhanahu wa ta'ala ku oranayaa fakayfa law ra'awha ka warrama hadday arki lahaayeen markaas bay dhahayaan hadday arki lahaayeen waxay noqon lahaayeen kuwo aad ugu dadaala oo aad ku weydiista aad bayna u sii jeclaan lahaayeen markaas buu Alle subhanahu wa ta'ala ku yiraahdaa famimma yatacawaduun maxay iiga magangalayaan markaas bay dhahayaan waxay kaaga magangalayaan naarta markaas buu Alle subhanahu wa ta'ala ku yiraahdaa wahal ra'awha miyay arkeen naarta markaas bay oranayaan maya wallahi ma aysan arkin markaas buu Alle subhanahu wa ta'ala ku oranayaa kayfa law ra'awha ka warrama hadday arki lahaayeen markaas bay oranayaan hadday arki lahaayeen waxay noqon lahaayeen kuwo si aad ah uga sii carara aad bayna uga baqi lahaayeen markaas buu Alle subhanahu wa ta'ala ku oranayaa fa ushhidukum annii qad ghafartu lahum waxaan idinkugu marqaati gelinayaa in aan u dambi dhaafay addoommadaydaas i xusaya kadibna malak ka mid ah malaa'igta ayaa oranaya
waxaa ku dhex jira Hebel iyaga kama tirsana, wuxuu u yimid xaajo kale. Markaas buu Alle subxaanahu wa tacaala oranayaa, humu ljulasaa laa yashqaa bihim jaliisuhum, fadhigoodu waa fadhi uusan ku hungoobin qofkii la fadhiistaa. Ma jiraan dad intay meel fadhiistaan Alle xusaya subxaanahu wa tacaala ilaa waxaa hareereeya malaa'igta, waxaana daboolaysa naxariista Alle subxaanahu wa tacaala, sakiino iyo degganaan ayaana ku soo degta. Wuxuuna Alle subxaanahu wa tacaala ku xusaa malaa'igtiisa dhexdooda. Waxay masaajiddu leeyihiin awtaad ama dad dikriga Alle subxaanahu wa tacaala ku nooleeya, waxayna leeyihiin julaso ama saaxiibo malaa'igta ka mid ah. Haddii ay maqnaadaan waa ay weydiiyaan, haddii ay xanuunsadaanna waa ay soo booqdaan, haddii ay dan iyo xaajo qabaanna way u kaalmeeyaan. Waxaana sidaas wariyay xaakim. Allena wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala, alladiina yaxmiluuna alcarsha waman xawla yusabbixuunahu bixamdi rabbihim wa yu'minuuna bih wa yastaghfiruuna liladiina aamanuu rabbana wasicta kulla shay'in raxmatan wa cilmaa faghfir liladiina taabuu wattabacuu sabiilak waqihim cadaaba aljaxiim. Kuwa xambaarsan carshiga Alle subxaanahu wa tacaala oo malaa'igta ka mid ah iyo wixii carshiga hareerihiisa ahaadayba waxay Alle subxaanahu wa tacaala ka nasahaan nuqsaan walba. Alle ayyina subxaanahu wa tacaala u mahad celiyaan mahad celin isaga u qalanta. Si dhab ah ayayna Alle u rumaysan yihiin subxaanahu wa tacaala, waxayna Alle subxaanahu wa tacaala ka baryaan in uu u dambi dhaafo mu'miniinta iyagoo dhahaya, rabbanaa wasicta kulla shay'in raxmatan wa cilmaa, ilaahayow u dambi dhaaf kuwa ka toobad keenay shirkiga iyo macaasida, qaadayna waddadii aad ku amartay in ay raacaan waddadaasoo ah Islaamka, ilaahayow naarta jaxiimo iyo ahwaasheedana ka badbaadi. Sidaas ayay malaa'igtu ugu duceeyaan mu'miniinta. Fallahumma jacalna min cibaadika adh-dhaakiriina ash-shaakiriina linicamik almaxfuudiina biquwwatika wa xifdik almaghfuuriina lahum biraxmatika yaa arxama arraaximiin. Hada wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa wa aclam. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.